تفضلت وقلت هنا هذا مهم جدا حوار الحضارات او حوار الثقافات آه الان نتكلم اكثر عن اظن انه مساله حوار الثقافات هناك ثقافات متعدده على الكره الارضيه وعلى صعيد الموسيقى هناك موسيقات متعدده حتى لو اعتبرنا أن الموسيقى هي في لغويتها هي فيها ظاهره واحده انما هناك لغات متعدده اذا على كي ندخل في حوار مع الاخر علينا ان نكون في غيريه وإن كنا مندمجين بالآخر قبل أن نحاوره لا حوار ممكن أو كنا منغلقين كليا على نفسنا في سلفية أو في تقوقع أو في تزمت ثقافي أيضا هناك مشكلة علينا أن نعي ما هو أساسي في, في ثقافتنا في مختلف الأنشطة يعني إن كانت فكر فلسفة دين أو أو موسيقى أو أو أدب علينا أن نعي ما هي الاركان الاساسيه التي تحرك الحياه في هذه في هذه في هذه في هذا الاطار وان ننطلق من ذلك لكي نثق بنفسنا وبما اعطانا هو الله اغدق علينا من من خيرات الله سبحانه وتعالى وان ننطلق لكي نكون تصنيفات او مصنفات جديده تكون ما يعني تفعيلا للارث تفعيلا للينابيع في معادلات جديده نعم. اليوم قد نستطيع ان نقدمها الى العالم طيب وان نكون لنا مكان تحت الشمس وأن لا نكون من من المستهلكين والمستهلكين للسلع الثقافية الغربية في إطار عولمة كارثية إذا إذا لم نحسب حسابنا لهذا التراث وللتقليد التأويل العولمة الكارثية التي تتحدث عنها هل هناك عوامل قد تكون عولمة جيدة لكنها كارثية إن لم أه نعم هي ليست بالمنحة السلبي دائما يعني. نعم.